النهاردة هنعمل انبوكسنج سريع لأحدث جيمبل من دي جي اي، وهو الأوزمو موبايل 3. الجيمبل اللي أنا جبته هو الكومبو باك اللي بيجي معاه الشنطة وبيجي معاه الترايبود، وده عشان لقيته أوفر من إن أنا أجيب ترايبود لوحده. العلبة بيبقى جواها الجيمبل ومعانا شنطة ناشفة شوية اللي هي شنطة السفر، الترايبود، الكابل الشاحن، وفي زي شنطة صغيرة كده لو احنا هنشيله ونخرج بيه، وفي الحامل بتاع اليد أو السلك اللي هو بتاع اليد. الجيمبل انا اشتريته من مصر من اي ميديا ستورز، وما كنتش اعرفهم قبل كده الصراحه، ومش بعمل لهم اعلان ولا حاجه، ولكن انا دورت على النت وهم كانوا ارخص سعر للجيمبل في مصر. برضو انا اشتريت الجيمبل من مصر لسبب، يعني السعر بتاعه كان تقريبا 3500 جنيه بالشحن بكل حاجه، لما بصيت على امازون كان السعر بتاعه 3777 جنيه بالشحن، وبكده طبعا يبقى اوفر في مصر. في بعض الأماكن في مصر بيبيعوه ب 5000 جنيه، بس اي ميديا ستور كانوا أرخص سعر بصراحة. ده كان انبوكسنج سريع للجيمبل، وان شاء الله هيكون في فيديوهات تانية بنشرح فيها طريقة عمله وازاي نقدر ان احنا نشتغل بيه وايه الفيديوهات اللي احنا ممكن نطلعها منه.